السلام عليكم ورحمة الله. المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي أمام مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول. التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصاديا. بالأرقام يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة والإمارات مجتمعة في المركز الثاني عالميا، وتمتلك الدولتان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي. المملكة تمثل البعد الديني لملياري مسلم، بل هي عاصمة الإسلام العالمية، والإمارات أحد مراكز المال والأعمال على المستوى العالمي. سبع مبادرات استراتيجية أطلقتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، 35 دقيقة يناقشها الليلة تحت عنوان التنسيقي السعودي الإماراتي عملاق عالمي وضمانة عربية. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بضيف البرنامج معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة، الأكاديمي والباحث الدكتور خالد بطرفي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد معنا في برنامج 35 دقيقة. اسمح لي أن أتوجه، حياك الله أخ سهيل. حياك الله دكتور. دكتور، اليوم نتكلم عن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي. يعني عندما نتكلم عن هذا المجلس، يعني هناك آراء وهناك أرقام. بلغة الأرقام هذا المجلس يشكل، يعني إذا جمعنا الصناديق السيادية لدى البلدين، فنحن نتكلم هنا عن ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم ككل، بالإضافة إلى كون المملكة العربية السعودية والإمارات لديهم أيضا بالأرقام تقريبا ما يقارب 25% من مجمل النفط العالمي أو مخزون النفط العالمي. اليوم نتكلم عن هذه الشراكة وهذا التنسيق. ماذا يمثل دكتور خالد هذا المجلس التنسيق السعودي الإماراتي للمنطقة العربية ككل؟ نستطيع أن نقول أن أكبر دولتين اقتصاديا في العالم العربي اجتمعا في هذا المجلس. الاقتصاد، مجموع الاقتصاد لهاتين الدولتين 1 تريليون دولار، مجموع الصادرات 700 مليار دولار. نحن نتكلم عن دولتين كبيرتين حققتا نجاحا تنمويا باهرا، وأصبحا مدرستين في علوم الاقتصاد والتنمية والتطور. الإمارات حققت في عقود قليلة ما عجزت دول عربية ودول أخرى في العالم عن تحقيقه في تاريخها. السعودية أيضا استطاعت بالنهضة التنموية على مدى 50 عاما من الخطط التنموية، والآن الرؤية السعودية 2030 والتي بدأت بخطط التحول الوطني 2020 أن تحقق قفزات كبيرة. هناك الكثير جدا مما يمكن التكامل فيه، التعاون بينهما، وأن نتعلم من تجارب بعضنا. التجربة الإماراتية في الانفتاح الاقتصادي على العالم، في جذب الاستثمارات الدولية، في السياحة، سياحة المؤتمرات، سياحة العلمية، سياحة المعرفية. هناك مبادرات عظيمة في الإمارات، يعني هناك وزير للسعادة، يعني في أشياء جميلة جدا يمكن أن نستفيد من التجربة الإماراتية في السعودية، وأيضا الإمارات تستطيع أن تستفيد من التجربة السعودية التي في 2008 عندما كان العالم يعاني من أزمات اقتصادية، هزة اقتصادية كبرى، نجت السفينة السعودية من هذه الهزات العالمية واستطاعت أن تمضي في طريقها بدون أن تتأثر. يعني هناك ما الأشياء كثيرة يمكن أن نتعاون
فيها، ويساعد على ذلك أننا في واقع الأمر بلد واحد، نحن أبناء الجزيرة العربية، أبناء الخليج، هناك تواصل اجتماعي ثقافي ديني من كل الاتجاهات، جغرافي جيوسياسي بين البلدين، ولذلك فعلا أتوقع أن يتم في الخطوات القادمة تحقيق إنجازات كبيرة ومفاجآت كبيرة ستفاجئ ليس المنطقة فقط ولكن العالم. دكتور، المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يعني كثير من المحللين في المنطقة العربية يتكلمون عن مشروع عربي، هذا هو المشروع العربي أو هذه هي نواة كبيرة أيضا لمشروع عربي يبدأ، يعني بالعادة تبدأ المشاريع أو الرؤى تبدأ صغيرة ثم تكبر، لكن هنا نتكلم عن مشروع عربي، نواة مشروع عربي كبيرة بدأت كبيرة. اليوم ما الأهمية الاقتصادية، الأهمية السياسية، الأهمية الاقتصادية ذكرناها، لكن سياسيا وعسكريا دكتور ما الأهمية الذي يمثله مثل هذا المجلس التنسيقي؟ نموذج جديد ومختلف، يعني رأينا نموذجا سابقا في التحالف أو الوحدة العربية مثلا بين مصر وسوريا والسودان، بين مصر وليبيا، رأينا التجربة المغاربية، رأينا تجربة مجلس التعاون العربي، تجارب كثيرة قامت في العالم العربي، ولكن قامت على توافق سياسي بين قيادات آنية ولظروف آنية لم تكن تملك المقومات الجيوسياسية، المقومات الإنسانية، المقومات الشعوبية التي تضمن هذا الاستمرار، ولذلك فشلت، لم تستمر. نجح مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير بسبب أن هناك تكامل طبيعي بين هذه الدول، وأن المجلس قام على أو بني على هذه المكونات الأساسية وركز على الجانب التنموي والتكامل الاقتصادي والمالي والجمركي إلى آخره. هنا نجد داخل هذه المنظومة تجربة أخرى بين السعودية والإمارات، تجربة ضخمة بين أكبر اقتصادين في منظومة مجلس التعاون الخليجي، بل أزعم أنه في العالم العربي كله، حققتا في السابق نجاحا كبيرا، حققتا ضمن منظومة التعاون الخليجي نجاحا كبيرا، واليوم تبدأان مشروعا كبيرا وضخما سيخدم المنطقة، سيخدم دول الخليج، سيقدم نموذجا للعالم العربي لكيف تكون الوحدة الحقيقية، ليست الوحدة الشعارات، ليست الزعامات التي تعلن عن اتفاقيات سرعان ما تتبخر مع أول خلاف. رأينا الاتحاد بين العراق وسوريا على سبيل المثال، والذي لم يستمر عاما واحدا، اختلف رغم أن الحزب واحد حزب البعث، لكن اختلفت الزعامات، إنما هنا تأسيس لتحالف قائم على أسس مكينة، أسس تقوم على خدمة هذه الشعوب، على تقديم وتوفير مستقبل مضيء لها، لشبابها، لأعمالها. رأينا التركيز على الأعمال الصغيرة والمتوسطة، رأينا التركيز حتى على ذوي الهمم. لو بالإمكان دكتور أن نعرج على المواضيع التي تم نقاشها في أو الاستراتيجيات السبعة التي تم أو تمخضت عن هذا الاجتماع، إذا بدأنا بالعملة الافتراضية، العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، يعني هذه وحدها تدل على الرؤية المستقبلية لهاتين الدولتين، يعني لم ينظرا في أمر تم بحثه في مجلس التعاون الخليجي وهو الوحدة النقدية أو الوحدة الجمركية أو غيرها من الإجراءات، هناك ما يقومون به في هذا المجال، بل هناك خطوات متقدمة في التعاون الجمركي وتسريع المسارات بين البلدين في التصدير والاستيراد والتعاون في هذا المجال، ولكن هنا ننظر إلى شيء متقدم، يعني شيء العالم حتى في أوروبا وأمريكا في اليابان لم يحقق إنجازا فيه، يعني هي كانت مبادرة خاصة العملة الإلكترونية والعملة الرقمية. نجد أن هاتين الدولتين التي تنظران دائما إلى الأمام بدأتا مما انتهى إليه الآخرون. أنا أعتقد أن هذا مؤشر على طبيعة هذا التعاون والرؤية المستقبلية لهم.
عندما نتكلم أيضا عن مثل هذا التحالف أو المجلس التنسيقي، هناك الكثير من الأمور التي تمخض عنها المجلس التنسيقي استراتيجية العزم، سبع استراتيجيات، منصة حكومية مثلا، منصة حكومية سعودية إماراتية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما الأهمية التي يشكلها اليوم مثل هذه المشاريع في اقتصادات الدول دكتور؟ أنا أضرب مثال في بريطانيا. عندما قامت مارغريت تاتشر بتخصيص الاقتصاد البريطاني ونقلته هذه النقلة النوعية الكبيرة إلى دولة اقتصادية مؤثرة في العالم الحديث والجديد، كان التركيز منذ ذلك الوقت على المكنة الأهم في الاقتصاد وهو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. معظم، وأنا لا أتكلم هنا فقط عن دول الخليج ولكن في العالم، يعني أخذ بريطانيا على سبيل المثال، معظم المؤسسات في بريطانيا والأعمال هي أعمال صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي المكنة التي تقود الاقتصاد في هذا البلد. في أمريكا ما يسمى بالستارت أب، المؤسسات اللي بدأت صغيرة وأصبحت كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وكل الشركات الكبيرة التي بدأت في أمريكا، ديل وغيرها، بدأت مؤسسات صغيرة من جراجات، لكن وجدت الدعم في هذه البلدان ووصلت إلى ما وصلت إليه. نحن ننظر إلى هذه التجربة بإعجاب وتقدير ونسعى إلى نقلها هنا، أن نشجع الشباب، وإحنا في دول الخليج 70% من السكان هم من الشباب، وبالتالي البدايات الصعبة يجب أن تكون سهلة لهم، يجب أن ندعمهم سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بالتوجيه، بالدعم، بالقروض الميسرة، بفتح المجالات للاستثمار. أنا أعجبني أيضا فكرة التاجر الصغير في هذا المشروع. هي التفاصيل الدقيقة هي التي تشير إلى مدى الجدية ومدى والجودة والنوعية. يعني عندما فكروا الاستراتيجيون الكبار في التاجر الصغير الذي يبدأ من عمر 8 سنوات إلى 18 سنة، كيف نوعيه، كيف نعلمه، كيف نشجعه، كيف نفتح معارض لمنتجاته بحيث أنه هو يكبر. يعني شخصيات الكبيرة في الإمارات أو في السعودية أو في غيرها من دول العالم بدأت وهي صغيرة في الأسر التجارية العائلية، أو بدأوا مثل سليمان العليان، بدأ يعني مقاول صغير أو عامل صغير في أرامكو واستطاع أن يحقق النجاحات الكبيرة. اليوم نجد هذا الدعم وهذا التوجيه على هذا المستوى العالي، أن نشجع التجار الصغار، نشجع المبادرات الصغيرة، الشباب أن لا يركزوا على البحث على الوظيفة، البحث على الوظيفة الحكومية أو في القطاع الخاص، أن يكون هناك مسار آخر لأن يبدعوا ويقدموا كل ما عندهم في مؤسسات صغيرة في النهاية ستشكل من 80 إلى 90% من الاقتصاد الخاص أو القطاع الخاص في أي بلد. دكتور، هناك أيضا طبعا أصحاب الهمم كانوا موجودين في ضمن هذه الاستراتيجية، سبع نقاط أو سبع بنود المهمة، لكن بالعودة مرة أخرى للمجلس التنسيقي، ما هي عوامل النجاح وما هي أكبر التحديات التي تواجه المجلس التنسيقي الإماراتي في المنطقة ككل؟ عوامل النجاح عديدة، يعني احنا دولتين متلاصقتين تقريبا. مشاريع رائدة مثل مشروع القطار الأنبوبي الذي سينطلق من الإمارات يصل إلى الرياض في أقل من ساعة، هذا نموذج بسيط نعم، هذا نموذج، يعني حتى في أمريكا على فكرة في مرحلة التجارب، احنا قفزنا إلى مرحلة التنفيذ. يساعد العامل الجغرافي والطبيعة السكانية للبلد. ما الذي يجعل شخص رجل أعمال أو طالب أو مريض أو رجل عائلته هنا، زوجته في الإمارات وهو يعيش في الرياض، أن يختار هذه الوسيلة للتنقل، إلا أن هذه هي طبيعة البلدين، أنهم مترابطان بهذه الدرجة، لدرجة أن الشخص ممكن يعني يبات في الرياض ويستيقظ في الصباح وينتقل للعمل في دبي أو أبو ظبي ثم يعود مرة أخرى لأسرته. وصلنا إلى هذه المرحلة. أعود مرة أخرى وأقول أن التجارب التي نجحت في العالم هي التي ركزت على الجدوى للشعوب
والتي فشلت هي اللي ركزت على مستوى القيادات وكانت وحدة سياسية شعاراتية على مستوى القيادات، إذا اختلفت تفرق كل شيء وإذا اتفقت تعاون. لكن هنا نجد أن التركيز على المواطن بدءا ولم يهمل أحد، يعني تذكرت ذوي الهمم، يعني احنا حتى هذا المسمى يطلق على ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا لاقوا نصيبهم من الاهتمام لنسهل عليهم التنقل بين البلدين. هذه المؤشرات حقيقة مؤشرات تدل على وعي كبير. أيضا التركيز على الطيران المدني، نعم. ما في شك نجاح نعم خطوط الإمارات والاتحاد والعربية أصبحت نموذجا عالميا، يعني هي من أفضل خمسة خطوط في العالم، توجد شركتين إماراتية، ونحن نأمل أن خطوط السعودية أيضا تنضم إلى هذه القائمة الذهبية. لدينا الآن توسع في هذا المجال في السعودية، لدينا ناس، لدينا الخليجية، لدينا يعني خطوط طيران بالإضافة للخطوط السعودية التي تقدمت كثيرا في المرحلة السابقة، ولدينا 28 مطار منها مطارات إقليمية ومطارات دولية. هذه إذا تكاثفت يعني تكاملت مع المطارات الإماراتية ومع الخطوط الجوية الإماراتية، أنا أعتقد ستشكل نقلة كبيرة للطيران المدني وستخدم المواطن. نقلة كبيرة في دكتور، نحن نشاهدها الآن ونتابعها حقيقة، لكن مثل هذه المؤسسات والهيئات كيف هي ستكون قادرة على القفزة؟ يعني لو بدقيقة دكتور لو تكرمت، كيف ستكون قادرة على القفز بمستوى التنمية في الدولتين إلى مستويات أعلى؟ ولو تمكنت دكتور لو بالإمكانية بدقيقة لو سمحت. تقصد خطوط الطيران أو المؤسسات ككل؟ هي المؤسسات ككل، هي كمجلس مؤسسات التابعة المنطوية تحت المجلس التنسيقي. نعم. هو الحقيقة الأمور أسهل من غيرها، لأن هناك تكامل. يعني تخيل لو كان هذا الموضوع مع دولة مغاربية مثلا، سيكون هناك اختلاف كثير في النظم، في تقاليد العمل، في طبائع الناس، لكن هنا نجد أن التكامل موجود بالفعل. وخلال 40 عاما من التعاون في ضمن مجلس التعاون الخليجي، أصبح من السهل جدا أن تكمل أو تضع النقاط على الحروف وتكمل ما كان ينقص، لي تصبح هناك تكامل وتيسير وتسهيل كامل. أكبر مستثمر في الإمارات هم السعوديين، ونحن نأمل أن يكون الإمارات أيضا أكبر مستثمر في السعودية. ولذلك أنا أعتقد أن المهمة أسهل مما قد يتصوره البعض، وهي حققت نجاح وستحقق نجاح أكبر في المرحلة القادمة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، الآن وفي الجزء الثاني من الحلقة نذهب الآن في فاصل، ثم نعود إليكم مع الدكتور عبد الله العوضي الكاتب والصحفي الإماراتي. في زهرة الخليج هذا الأسبوع شباب هجروا السوشيال ميديا يؤكدون امتلكنا الوقت وحياتنا أصبحت أجمل. 8 نصائح تحمي شعرك من التلف وتجعله ناعماً وصحياً. وزير البيئة الإماراتي في حوار خاص، المرأة مفتاح الاستدامة. في رحلته الثانية خالد السويدي يركض من أبوظبي إلى مكة دعماً لمرضى السرطان. وفي الصفحات الفنية منى أبو حمزة تكشف عن فرق السن مع زوجها وتؤكد لم يمس وجهي مشرط جراح. سعد الفرج يدعم أصحاب الهمم بمسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج أبو ظبي للإعلام. ونجوى كرم تعلن لم أجد الرجل الذي يستحقني. من ينتصر في معركة المافيا والكوبرا، محمد رمضان أم بشرى؟ زهرة الخليج تصدر كل خميس. للاشتراك اتصلوا بالرقم المجاني 800-222-20 ومن خارج الإمارات 00971-2414-5000.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونرحب بالدكتور عبد الله العوضي الكاتب والصحفي. أهلا ومرحبا بك دكتور، الذي انضم إلينا للتو. وكما نرحب أيضا بالدكتور خالد باطرفي عبر الأقمار الصناعية من جدة. وأتوجه إليك دكتور عبد الله، اليوم نتكلم عن مجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وأهمية وجود مثل هذا المجلس، مثل هذه الشراكة العربية بين دولتين كبيرتين في المنطقة. كيف تراها أهمية وجود شراكة مثل دولتين كبيرتين كالسعودية والإمارات في المنطقة؟ أولا يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك ويحفظك. ابتداء أقول بأن مجلس التنسيق هذا عبارة عن تطبيق عملي حديث دار حوله لسنوات طويلة، منذ إنشاء مجلس التعاون 4 عقود تقريبا من إنشاء هذا المجلس، والناس وتدعو إلى شيء عملي ملموس شعوب الخليج ترى. جاء هذا الوقت قبل 3 سنوات وشكلت اللجنة العليا واللجنة التنفيذية، واليوم نحن في السنة الثالثة. كل المشاريع الآن تقريبا هو 44 مشروع اللي يعني وفق عليه في سنة 2016 في مايو 2016، اليوم نرى النور من خلال هذه المشاريع. البنية التحتية وضعت لها ميزانية حوالي 150 مليار دولار سنويا، مشاريع الصناديق المشتركة التجارية، مشاريع السوق المشتركة، كل هذا نرى اليوم. الأمر المهم أن هناك يعني ديدلاين، يعني أن هذا الاستراتيجية تنتهي خلال 60 شهر، يعني خلال 5 سنوات من الآن كل ما هو مطروح على الطاولة. لذلك اللجنة حقيقة يعني فيها كل الفعاليات السيادية في الدولتين، تقريبا 16 وزير من كلا في كل دولة. ويكفي أن على رأس هذه اللجنة العليا يعني الملك سلمان والشيخ خليفة الله يحفظهم. الله يحفظهم. يعني دكتور عبد الله، أنت ترى أهمية وجود اليوم هناك أوقات معينة تم تحديدها للانتهاء من مشاريع، هي ليست مجرد كلام، لا هناك ديدلاين، هناك وقت محدد لا يمكن تجاوزه. دعني أتوجه بهذا السؤال للدكتور خالد. دكتور خالد تحية لك مرة أخرى، هنا معنا الدكتور عبد الله العوضي انضم إلينا في القسم الثاني من الحلقة، يتكلم عن جدية هذا المجلس التنسيقي، عن خطوط يعني تم تعيين ديدلاين. لدينا مشاريع، لدينا 44 مشروع تقريبا، هناك وقت محدد تحديد الأوقات حتى لا يتم تجاوز الوقت، يعني هناك مشاريع تنطلق بوقت محدد، ما أهمية تعيين الوقت وعلى على ماذا يدل هذا الموضوع؟ أهمية تعيين وقت تتضح عندما نقارنها بغيرها من المشاريع الكبيرة في العالم العربي، وحتى لا ننتقد الآخرين نبدأ بأنفسنا. يعني مجلس التعاون الخليجي على مدى 40 سنة كانت هناك مشاريع كثيرة، ماذا تحقق منها؟ يعني خط السكة الحديدية متأخر، الشبكة الكهربائية متأخرة، الوحدة النقدية، الوحدة الجمركية، كثير من مشاريع وضعت لها أهداف ولكن لم ربما توضع لها مواعيد محددة، أو وضعت لها مواعيد محددة ولم تكن هناك آلية لضبط هذه المواعيد. الجميل في هذا التعاون أنه أولا تعاون بين دولتين متفاهمتين إلى حد كبير، لا توجد بيننا دول يعني مخالفة على طريقة خالف تعرف كقطر تؤجل أو تؤخر أو تعطل كثير من هذه المشاريع، لذلك بتتم الأمور بسهولة وبيسر. أن المشرف على هذه المشاريع هما القيادتين في هذين الدولتين والمشرفين التنفيذيين الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. هناك تركيز على التنفيذ، وخلال أوقات محددة هناك توفير ورصد للتكاليف مسبقا. نحن نتكلم عن 150 مليار، هذه يعني مبالغ ضخمة، ولكن وضعت مقدما، ليست هناك أي جهة أخرى ممكن أن تعطلها. لذلك نتفائل هذه المرة بأن هذا المشروع سينجح بإذن الله وسيثبت وجوده وخلال المدة المحددة، وسيبدأ الناس في تلمس الفوائد والثمار.
يعني سأشعر أنا كسعودي أن عندما أذهب إلى الإمارات وكأن انتقلت إلى المنطقة الشرقية يعني سواء للسياحة أو لأي هدف آخر استثماري أو وأيضا نفس الشيء بالنسبة للمستثمر أو الزائر الإماراتي الذي يملك منزلا في جدة أو في الرياض أو متزوج من سعودية يستطيع أن يتنقل بالهايبر لوب مثلا. نزور المملكة العربية سنويا لا يقل عن 4 أو 5 مرات 10 مرات في بعض الأحيان. نحن نشعر أننا في وطننا عندما نكون في المملكة والسعودي أيضا في وطنه عندما يكون في دولة الإمارات. دكتور عبد الله يعني ناقشنا مع الدكتور خالد هناك بنود الاستراتيجية السبعة التي تم طرحها من خلال المجلس التنسيقي. هناك نقطة مهمة، التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات، هناك تمرين مشترك تنسيق مشترك، كيف تراه وما أهميته دكتور عبد الله؟ في الجانب الأمني، نعم، أحد محاور الاستراتيجية الجانب الأمني. الاستراتيجية كلها 3 محاور، محور الاقتصاد ومحور التعليم والموارد البشرية والمحور الأمني. الإمارات على لسان قياداتها اختارت الاستقرار، اختارت الأمن، اختارت التنمية المستدامة، اختارت كل ما هو يبنى لصالح الشعوب، كل ما غير ذلك فهو مرفوض تماما. هذه الرؤية مشتركة بين السعودية والإمارات، وهذا أمر مهم، لأن في خلال اجتماعات مجلس التعاون أحيانا كانت الرؤية إما ضبابية إما مختلف عليها، لذلك تعطلت المشاريع. الآن جاء وقت التنفيذ، ولا ننسى أن هناك أيضا مصانع للذخائر ومصانع للكثير من المعدات الحربية التي تستطيع تكون إنتاج محلي داخلي في دول مجلس التعاون لضرورة هذا الأمر. الأمر الآخر هذا أمر مهم لمواجهة التحديات، على وجه الخصوص التحدي الإيراني ومن وراء هذا التحدي من دول أخرى أنتم أعلم بها. نقول هذا الكلام ليس يعني هذه اللجنة وهذا الأمر ليس هو مشروع ضد أحد، هو مشروع ذاتي ذات دفع ذاتي داخلي لكي يرى العالم العربي على وجه الخصوص أن هناك بارقة أمل في هذه المنطقة. أريد أن أقول كلمة عن الأمن في منطقة الخليج على وجه التحديد. قبل أن نذهب إلى هذه الكلمة دعنا نودع الدكتور خالد بطرفي الذي كان معنا في الحلقة عبر الأقمار الصناعية. من جد الدكتور خالد بطرفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك دكتور على المشاركة في برنامج 35 دقيقة. ونعود إليك دكتور عبد الله لتكمل الرؤية التي كنت تتكلم عنها. اليوم احنا امامنا تحديات كبيرة، منطقة الخليج امامها تحديات كبيرة. خلال 40 سنة الماضية المنطقة مرت بكثير من العواصف الغير مستقرة، مع ذلك هذه السفينة بقت راسية وراسخة في المنطقة، وهذا الامر ما نشأ اليوم من تحديات يراد هزه ويراد يعني الاضرار به ويراد ايذائه. وهذا الموضوع انا قرأته ليس من الان، هذا الموضوع قرأته في كتاب صدر في 1900